شبكه الري بالرش. تمام. نفس الخراطيم 16 مللي صورة. بس هنا لازم الخراطيم تكون ساده من غير ثقوب عشان ما تقللش الضغط على الرشاشات. دي بدايه شبكه الرش. بركب وصلة حرف تي بسن في كل رشاش. وبركب كوع بسن في آخر رشاش في الشبكة. انت كده دفنته بقى. انت كده دفنته يعني؟ اه هو ده اللي هيبقى ظاهر منه يعني؟ دي اللي هيبقى ظاهر منه رشاشات. الرشاش ارتفاعه 20 سنتي ويفضل ادفنه كله في مستوى النجيله عشان ما يتعرضش للصدمات زي ما هنشوف بعدين. دي الرشاشات العادية هندسة صح؟ دي اللي هي بتاعت المتر بتاعت ال... بتاعت العرضها متر. ايوه خليك على كده. بس كده الله ينور. طب واللي هناك استنى بس اللي هناك اللي هناك ضغطه حلو ولا ايه؟ تظبيط اهو. لا الضغط حلو. شغل يا ايمن. ظبط الزيت كله على النص. اهدى خليك مشغل كده زي ما انت كده بس مشغل. بس لو جاء البلاط مش مشكلة يعني. المهم طب شغل كده شغل كده شغل في فرق فعلا. في فرق. تنزل تاني مكان شغل. تنزل تاني مكان. هو ده كفايه كده الكومبوت ده ولا نجيب ايه؟ لا لا تمام. ممكن احاول اشتري يعني لو لا تمام. فيما بعد بعد كده لما تجيبها بعدها مثلا شهر كده ولا حاجه بعد كده شهر على الوش. ايوه على الوش. على الوش. على الوش اللي جاي. على الوش اللي جاي ده.
وممكن اخلي صف الرشاشات في اول حرف النجيله مع ظبط زاويه الرش. بلطمان جديد اللي عايز وصله وقفيزه يجي بقى القفيز يربط عليه، بربط المسمار عشان تبقى الوصله هي محكمه، مفيش تنقيط مفيش تسريب. قطع النجيله بترص زي رصه الطوب كده، ما نحطش اللحامات قصاد بعض. عشان تلحم مع النجيلة تلحم بسرعة وما تتأخرش. هيظبط الرشاشات دي فينها كده لانها عالية، شايف هو قطعها ازاي؟ بروي النجيلة كل يوم لمدة الشهر الأول عشان تلحم في بعضها، بعدين أروي مرتين أو ثلاثة في الأسبوع حسب حرارة الجو.